السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي للطبخ الجمال والترفيه. اليوم غنقدم لكم واحد الحلوى سهله وبمقادير بسيطه. غادي غنحتاجوا ليها باكي ديال 250 غرام ديال الزبده ليليه، غنحتاجوا جوج بيضات، كاس ديال السنيده، عندنا هنا خماره، عندنا كميه قليله ديال الزنجلان محمر، عندنا كميه قليله ديال الكاوكاو اللي محمر ومطحون، عندنا كاس ديال الزيت والطحين على حساب الخليط. نبداو على بركة الله. نضيفو كاس ديال الزيت، نضيفو دابا الزيت حتى يجي ونخلطو مزيان، نضيفو الزيت تدريجيا، نخلطو مزيان حتى تنسجم مع العناصر كلها. نخبز الزنجلان، نضيفو الطحين، نضيفو خمارة، بعد ما جمعنا العجين اللي كملنا العجينة ندير شكلوها على شكل أصابع هذا الشكل. هذا عندنا هذا المرشم، هذا غادي نطبعوه به على هذا الشكل. عندنا هذا المرشم هذا على هذا الشكل هو اللي غنطبعوا به هذه الحلوه، هذه غنشكلوا على نديروا على شكل اصابع ونوركوا بهذا المرشم هذا. نضغط على هذا الشكل هذا. بعد ما كملنا العجينه ديالنا شكلناهم كاملين،
غندخلهم يطيبو ندوزو نشوفو الشكل النهائي ديالهم والتزيين وطريقه ديال التزيين ديالهم. بعد ما طابت الحلوه ديالنا خرجناها من الفران خلينا حتى بردات شويه. دابا غادي نرشها بشويه سكر كلاصي بهذا الشكل هذا. نغبروها مزيان نخلوها البنات تبرد شويه باش السكر كلاصي ما يذوبش فوق منها. بعد ما رشينا الحلوه ديالنا بالسكر كلاصي كامله كملناها. دابا ندوزو نعمروها بهاد الكونفيتير. خديت هنا نص كاس ديال الكونفيتير ديال المشماش وزدت عليه معلقه كبيره ديال السنيده ودرته فوق البوطه تغلى ولا على الشكل هذا وغادي نعمرو به. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا بعد ما كملناها كتجي بهذا الشكل هذا. راه كتجي زوينه، نتمنى تجربوها.